هنعمل النهاردة بإذن الله خلطة البودر دي مع بعض للطيور. فالفيديو ده لو فاتك انت كده طيورك خسرت كتير، لان الخلطة دي مهمة جدا انك تضيفها على الوجبات للطيور اثناء فترة القلش وتغيير الريش. فيديو النهاردة هو فيديو مهم جدا لكل هاوي عشان تقدر تهتم بطيورك في الفترة دي، خصوصا في الفترة بتاعة القلش وتغيير الريش، لان العصفور بيبقى محتاج فيها تغذية عالية خاصة في الاحماض الامينية في الاملاح المعدنية عشان بيطلع ريش جديد، وطبعا الريش دوت بيمص من القيمة الغذائية اللي موجودة في جسمه. هنعمل مع بعض النهاردة خلطة البودر لان جالي عنها استفسارات كتير جدا، فهنعملها في فيديو مع بعض وهقول لكم مكوناتها وايه اهمية كل مكون من المكونات اللي داخل الخلطة. انا جايب المكونات معايا اهي، كل دي بتتحط مع بعضها وبتبقى خلطة واحدة. انا بشتغل بيها مكان خلطة البقسماط، المكونات ديت حاجات كتير. ان شاء الله هلف الكاميرا وهبدأ ان انا اعمل خلطة معاكم عملي باذن الله. هنبدأ مع بعض دلوقتي، هقول لكم الاول ايه المكونات وبعد كده ابدأ افتح الاكياس ونخلط المكونات دي مع بعضها باذن الله. اول حاجة ده يا جماعة، تمام، ده شوفان، ده شوفان مطحون. طيب تاني حاجة معانا ده البقسماط، ده طبعا بقسماط عادي مش بقسماط حار، اللي هو البقسماط السادة. تالت حاجة دي الحلبة المطحونة، دي حلبة مطحونة. طيب رابع حاجة اللي هو لونه فاتح شوية ده ترمس مطحون، ده ترمس مطحون. خامس حاجة ده لسه هيتطحن ان شاء الله وبرضه هيتضاف عليه على الخلطة كبودر، دوت حمص طبيخ. انا جايب حمص طبيخ عشان يبقى سهل شوية واحنا بنطحنه لانه بيبقى جامد، بس للأسف لقيت المطحنة بايظة عند العطار، فان شاء الله لسه هيطحن لي الكمية دي. كده دي المكونات، تمام. اخر حاجة معانا الخميرة الفورية، تمام، دي خميرة جافة فورية لان انا هعمل الخلطة كلها بودر فلازم اشتغل بكل حاجة بودر. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان الحمص دوت ممكن تطحنه عندك في المطحنة في البيت او عند العطار اللي انت بتشتري من عنده لو مفيش عندك مطحنة في البيت، تمام. تجيب حمص طبيخ ربع كيلو مثلا وتبدأ ان انت تطحنه. الحاجات دي كلها طبعا اتمان، ثوم، تمام، ثوم ده ربع اللي هو البقسماط، شوفان برضو ثوم. طيب لو جينا نبص كده دي الاسعار اللي هو كاتبها لي، يمكن اغلى حاجة فيهم اللي هو الحمص، بعد كده الباقي كله 10 7 8 5 15، كلها حاجات بسيطة. الخميرة تقريبا 8 الكيسين. فلو جينا نشوف الخلطة كلها هتقضي معاك اكتر من شهر ومش هتتكلف مثلا 70 جنيه. طيب هبدأ بقى دلوقتي نطحن المكونات دي على بعضها ونقول ايه اهمية كل مكون فيهم، لان خلطة البودر دي من الخلطات المهمة جدا اللي لازم تشتغل بيها اثناء فترة القلش واثناء تجهيز الطيور لموسم انتاج جديد. خليكم معايا. انا كده فتحت الاكياس كلها وبدأت باول حاجة اللي هو البقسماط، تمام، اللي هو اكبر نسبة في الخلطة، ده ربع كيلو بقسماط سادة، تمام. هبدأ بعد كده اخلط الخميرة الاول عليه عشان تتوزع في الخليط كله، تمام. طبعا خميرة مهمة جدا كبكتيريا نافعة، ومهمة جدا للهضم، مهمة جدا للتغذية، مهمة كان هي بتنشط معايا عملية الامتصاص بتاعت اي تغذية داخل العصفور. كمان هي تعتبر رافع مناعة طبيعي وتزود معاك حجم العصفور جدا، فهي مفيدة ان احنا لازم نضيفها طبعا على الخلطة. طيب اللي هضيفه بعد كده هو الشوفان، تمام، اللي هو الكمية دي. في ناس بتقول لك لا الشوفان مش مفيد للعصافير، لا طبعا الشوفان انا بشتغل بيه بقالي سنين، والشوفان من الحاجات المفيدة جدا للعصافير، وانا يعني عمري ما منعته من الخلطة بتاعتي وعمره ما ضر العصافير عندي، هو في نسبة احماض امنية كويسة جدا، تمام. ده شوفان اللي هو الحبة الكاملة، انا بجيبه وبطحنه زي ما انتوا شايفين كده، تمام، دي كمية الشوفان اهي. طيب بعد كده الحلبة، انا الحلبة بزودها طبعا في موسم الانتاج شوية عشان خاطر تحفيز الطيور، لكن انا دلوقتي داخل على موسم الراحة فانا مش مزود كمية الحلبة، لكن هي برضو مهمة معايا عشان الحشرات، وكمان مهمة عشان الريش الجديد وفترة القلش ونمو الريش، فالحلبة ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها، الحلبة تعتبر كنز للطيور، انا بستخدمها صيف وشتاء لكن بقللها شوية في فترة الصيف. بعد كده معانا الترمس، والترمس طبعا احماض امينية عالية جدا واملاح معدنية،
وطبعا الطير محتاج الاحماض الامينيه ومحتاج الاملاح المعدنيه عشان خاطر فتره القلش. كل ده احنا بنجهز الطيور ان هي تعدي القلش سريعا جدا، وكمان الريش اللي يطلع يبقى ريش قوي جدا وبدون اي مشاكل. اخر حاجه معايا الحمص، بس لسه طبعا الحمص ده هيتطحن وبعد كده برضو يتضاف على الخلطه. بعد كده نبدا بقى ان احنا نقلب الخلطه دي، هتدينا اللون ما بين الالوان دي، يعني هتدينا درجه لون ما بين الالوان دي كلها. لازم ان انت تقلب الاول الخلطه في حاجه واسعه، وبعد كده تبدا ان انت مثلا تجيب كيس زي ده كده، كيس نظيف كبير، تبدا ان انت تعبي فيه الخلطه على بعضها، وبتاخد معلقه واحده كده على الوجبه اللي هي نص كيلو مثلا، معلقه واحده من الخلطه دي كلها على الوجبه. يعني احنا مش بنحط بودر كتير على الوجبه، لكن طبعا البودر مهم جدا ان هو يمتص اي نسبه ميه، سواء بقى بيض سواء منقوع مستنبت مسلوق. لازم الوجبه اللي بتقدمها للطيور في الصيف خاصه ما يبقاش فيها اي نسبه ميه، عشان طبعا الميه هتساعد على ان الوجبه تعفن بسرعه او الوجبه تبوظ منك بسرعه. غير كده احنا بنقدم برضو المعلقه دي كده، هي دي المعلقه اللي بنقدمها كوجبه للزوج البادجي. لو كوكتيل هنقدم له معلقتين من الوجبه بقى، مش من البودر، معلقتين من الوجبه. يعني المعلقه دي اللي انا بشتغل بيها بحط منها معلقه للزوج كوجبه للبادجي ومعلقتين للزوج كوجبه للكوكتيل. كده الخلطه اهي معانا تمام. انا قلبت كل الخلطه في بعضها، ما شاء الله شايفين كميه الخلطه. الخلطه دي كده يعني هنقول مثلا كيلو، الكيلو ده او العلبه دي هتكفي معايا حوالي شهر شهر ونص لحد نهايه القلش. كده انا بغذي طيوري صح. كل حاجه انا بضيفها في 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 الوجبات بتاعتي لازم تبقى مهمه مفيده. يعني انا ما بشتغلش بالبقسماط بس، مع ان البقسماط كويس وفي نسبه املاح معدنيه كويسه، لكن انا كده عليت الاحماض الامينيه وعليت الاملاح المعدنيه وقدمت فايده اعلى بكتير للطيور، هتساعدهم جدا في القلش باذن الله. الخلطه ديت ناس كتير بتطلبها مني وبيقولوا لي اعملها لنا واحنا نحاسبك مثلا او نشتريها او كده، انا ما عنديش مشكله والله، بس انا بعرفكم ان هي سهله. الموضوع سهل جدا ان انت تعمله بنفسك في البيت، ما بياخدش منك حاجه، مش محتاج ان انت تشتري بعد كده بقى حاجات جافه او حاجات جاهزه او منتجات جاهزه. انت اعمل حاجتك بطيورك لطيورك بنفسك، وان شاء الله تقدر تفيدهم اعلى كمان من الحاجات اللي بتشترى جاهزه باذن الله. شكرا لكم، واي استفسار ابعتولي في التعليقات. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هوا عصافير الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.